ولمتابعة آخر التطورات معنا من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، ومن جنوب لبنان معنا مراسل حدث محمود شكر. مساء الخير لكما. زياد، في ظل المستجدات السياسية نريد أن نفهم أكثر المواقف إلى الآن، وهل فعليا النفي اليوم حول إقالة غالانت من جانب مصادر مقربة من نتنياهو هي مؤكدة بظل أنه كل فترة تعود هذه الإشاعات إلى الواجهة؟ عمليا نتنياهو يرغب في إقالة غالانت، لكنه لا يستطيع في هذه المرحلة لأن الشارع الإسرائيلي سيخرج عليه، وهذه هي التقديرات في محيطه، لأن هذا الأمر قد يفتح انتقادات غير مسبوقة كونه سيقيل وزيرا للدفاع في خضم حرب دائرة وقد تتوسع أيضا على جبهات أخرى. لهذا صرف النظر مؤقتا عن هذا الملف أساسا بعد أن تعثر إدخال جدعون سعر الوزير السابق إلى الحكومة الذي كان يريد إعطائه هذا المنصب وما إلى ذلك، ولم يعد عمليا. لهذا هذا صحيح، نتنياهو صرف النظر مؤقتا عن إقالة غالانت، لكن الخلافات بين الرجلين غير مسبوقة، وهناك من يقول من بين المراقبين إنها خطيرة للغاية في خضم حرب تخوضها إسرائيل وقد تتوسع كما قلنا. هناك خلاف في رأس الهرم بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة على كل شيء تقريبا.